احنا متواجدين هنا في منفذ راس جدير من بداية ما أعلنت منظمة الصحة العالمية للتأهب والاستعداد لمكافحة ومجابهة مرض الكورونا فيروس. والحمد لله عندنا فرق متواجدة في كل منافذ في ليبيا سواء البحرية أو الجوية أو البرية، والعمل مستمر على قدم وساق لمدة لطيلة 24 ساعة متواجدين. ولحد الساعة سواء في منفذ راس جدير أو في كل منافذ في ليبيا ما تسجلتش عندنا ولا حالة. كانت في حالة اشتباه، ولكن بعد التحليل في المركز الوطني لمكافحة الأمراض أثبت أن هم نتائج سلبية والحمد لله. بالنسبة للكشف الكاميرا الحرارية، هذه كل المسافرين كل اللي جايين من دولة تونس الشقيقة يجب أن هم يختموا عليه الكاميرا هذه، ولا قدر الله يعني في حد مريض ولا في حد كبير في السن ما يقدرش ينزل من السيارة، حنمشوا احنا للسيارة ونكشفوا عليه بالترمومتر الحراري. يا ريت لو فيه السلطات الليبية تتحرك بخصوص الكلام هذا، على الأقل تقلص لنا شوية من حركة المسافرين، ونبدو احنا نستقبلوا في أهلنا وناسنا اللي خاشين لليبيا، وحنقدموا لهم النصيحة والمشورة. وهذا مرض راه ما يعرفش لا حدود ولا يعرف شيء، يعني مجرد اختلاط ومجرد مشي وجاي حنصابوا به كلنا، وإن شاء الله ربي يقدرنا ونحدوا من الانتشار على الأقل وصل لتونس. مش لازم نخلوه يخش لليبيا، وإحنا باش نحتوي المرض هذا بكل أمانة وبكل شفافية، راه ما عندناش إمكانية لإحتواء المرض. إحتواء المرض راه يبي إمكانيات كبيرة، وإحنا ليبيا اقتصاديا قاعدين نعانوا من مشكلة التوفير، ويبي أجهزة مكلفة ويبي مباني مخصصة. وإحنا الكلام هذا كلنا راه بكل أمانة وبكل شفافية زي ما قلت لكم، رانا ما عندناش ليه أي استعداد.